التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات متواصلة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، انطلاقة شوطنا الثاني عشر والخاصة بالجعدان المهجنات. الصايل بطاقة التأهيل مشاهدينا الكرام لمن سعيد هذا الحظ في هذا الصباح المتميز. نبدأ مع البداية ونتابع زعبيل على المركز الأول، أحمد بن سليم بن بطي العامري من يقود المسار الأول من خلال زعبيل على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. محارب مع المركز الثاني، راشد بن سلطان الاجتبي يقدم لنا محارب مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك شاهين عبد الله بن عمير بن ذويب العامري ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز سراب محمد بن راشد بن محمد بن فريوه المنصوري، يا سلام يا سلام، ينطلق مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك الصامل علي بن محمد بن سعيد بن نابت المري ينطلق مشاهدينا الكرام. خامسا اما المركز السادس، سادس المراكز مشكور سعيد بن محمد بن مبارك المهيري يقدم لنا مشكور في هذا التحدي الرائع. ومن الجانب الآخر شوف للتسلل أيضا والقادم بكل قوة من الجانب الآخر. هناك بهلول سلطان بن يعقوب السعيدي يقدم لنا بهلول في هذه اللحظات، ينطلق مشاهدينا الكرام. لكن اتابع التحدي واتابع الإثارة، هناك مبلش سعد بن طالب بن شريم يقدم لنا مبلش في هذه اللحظات والقادم مشاهدينا الكرام. هناك الطليلي حمود بن حمد بن محمد العفاري ينطلق مشاهدينا الكرام. حمودة بن حمد العفاري ينطلق مشاهدينا الكرام ويقدم لنا الطليلي هذه الماركة المعروفة. هناك من الجانب الآخر الطاير ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم لنا الطاير اللي بيطير بناموس هذا الشوط هنا مع الطاير والقادم. هناك أيضا بكل قوة مبشر محمد بن سهيل بن حم العامر ينطلق مشاهدينا الكرام. ومن الجانب الآخر هناك حجيم سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري من الجانب الاخر والقادم بكل قوة على المركز التاسع نجد منصور بن فاضل المزروعي، يا سلام يا سلام. واحمد بن سيف الزفين القادم بكل قوة في هذه اللحظات ايضا على عاشر المراكز. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلق بنموس هذا الشوط، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق الاول. هناك بهلول على المركز الأول، سلطان بن يعقوب السعيدي يقدم لنا بهلول على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. أما المركز الثاني هناك الصامل ثانيا والعلي بن محمد بن سعيد النابت المري ينطلق مع ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك الطائر ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك محارب راشد بن سلطان الاجتبي ينطلق مع محارب رابعا والمركز الخامس. خامس المراكز مبلش سعد بن طالب بن شريم يتقدم مع مبلش، يا سلام يا سلام يا سلام، والقادم بكل قوة. هناك القادم أيضا مبشر محمد بن سهيل بن حم العامري القادم بتحدياته على المركز الخامس وسادس المراكز مشاهدينا الكرام. يعود هناك ايضا الطليلي حمود بن حمد بن محمد العفاري وهناك نجد منصور بن فاضل المزروعي يتقدم على المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز هناك سراب محمد بن راشد بن محمد بن سعيد بن فريوه المنصوري القادم من المدينة من الغربية بالتحديد. هناك Okay.
هناك ايضا القادم من ميدان التراث بن فريو في هذا التحدي الرائع. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق الاول. هناك الصامل اللي صامل من اجل الفوز والناموس، يا سلام، ينطلق بالصدارة. علي بن محمد بن سعيد النابت المري يقدم لنا الصامل على الصدارة القادم من الشحانية من ميدان التحدي. اما المركز الثاني هناك بهلول سلطان بن يعقوب السعيدي يتقدم مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز هناك مبشر محمد بن سهيل بن حم العامري يتقدم على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز هذا عناد بأول ندى، سالم بن علي بن جابر بن حنزاب المري يتقدم بأول ندى في هذا الشوط وفي هذه اللحظات. ومن الجانب الآخر هناك نايف، وصل نايف مع طيار الوثبة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري يقدم لنا نايف. نايف والله الشوط كل منا خايف، يا سلام يا سلام يا سلام يا النايف، يتقدم رويدا رويدا. ومن الجانب الآخر هناك الطليلي حمودة بن حمد بن محمد العفاري العفاري. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق بالأمتار الأخيرة. الصامل صامل من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ولكن أرصود بهلول، بهلول تحرك على المركز الثاني. هناك بهلول مع السعيدي، هناك ينطلق سلطان بن يعقوب السعيدي، الله الله، يبحث عن سلام لأهالي الباطنة. هنا ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز طيار الوثبة وبن حنزاب. ومن الجانب الآخر هناك مبشر مع العامري. ولكن الله يا بهلول، الله يا بهلول، روح بهلول، سلام يا ساحل الباطنة، نقول سلام. ولا الشوط، الشوط ما انحسم، الشوط ما انحسم، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، يا سلام، 300 متر أخيرة أخيرة أخيرة. بهلول بهلول بهلول، سلطان بن يعقوب السعيدي على المركز الأول، سلام يا ساحل الباطنة، سلام على هذا الفوز والانتصار من خلال انطلاقة هناك بهلول على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. سلام يا السلطنة، سلام سلام يا ساحل الباطنة على هذا الفوز والانتصار، بهلول بالمركز الأول. أما المركز الثاني مبشر محمد بن سهيل بن حم العامري، والمركز الثالث كان في عناد سالم بن علي بن جابر بن حزاب المري. هكذا النتيجة، التوقيت الزمني 7:48 هو توقيت أيضا بهلول. تهانينا